شيدر المبشوره ومعلقتين بقدونس، وهيبقى عندي بعد كده التوبنج اللي هنحط دقيق وبقسماط ولبن وبيض، وهنحمر في زيت. هقول تاني مقادير الاصابع لوحدها. عندي كوبايه ونص من الرز المسلوق في ميه وملح فقط، عندي بيضه، وعندي كوبايه جبنه رومي مبشور، وكوبايه جبنه شيدر مبشور، ومعلقتين مستارده، ومعلقتين من البقدونس المفروم، وبعد كده عندي دقيق وبقسماط ولبن وبيض وزيت للتحمير. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنا الرز المسلوق في ميه وكمان ملح فقط. عندي هنا الجبنه الرومي، عندي هنا الجبنه الشيدر، وعندي البيضه، وعندنا المستردة، وهناخد مع بعض الحاجات دي كلها ونحطها فين؟ جوه الكبه. يعني هناخد كده بمعلقه كده اهو. ده اول حاجه حطيناها، كوبايه ونص من الرز المسلوق في ميه وملح فقط، ولازم يبقى شويه بارد، يعني ما نحطوش وهو سخن اهو. وبعد كده هنحط عليه الجبنه الشيدر المبشوره، وبعدين هنحط الجبنه الرومي المبشوره وبعدين هنحط البيضه، وبعدين اخر حاجه هنحط المستردة. مين معانا يا حاج عسكر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم يسري اهلا بحضرتك. يا اللي منور الشاشه والله. الله يخليك، انت اللي منورنا دايما. منور بامانه، يعني بتبسط الشعب المصري كله. الله يعزك يا حبيبي، ما تحرمش منك. وعم حسن الله وكيل، يعني ربنا يديك ويزيدك كمان وكمان. يا رب يخليك، ده من ذوق حضرتك. الله يخليك. الله يخليك. والنبي عاوز الجمبري بالملوخيه. حاضر من عينيا، انا قلت لحضرتك امبارح بس هقوله تاني. حاضر من عينيا، تقريبا حد سال عليها وقلت امبارح بس هقوله لك دلوقتي حالا. احنا هنجيب حوالي نص كيلو من الجمبري الصغير، نص كيلو من الجمبري الصغير، وهنجيب معاه اخر حاجه طبعا ثواني كده هنضيفها البقدونس. هنجيب مع الجمبري بصلايه صغيره مبشوره وفصين توم وشويه ملح وفلفل وعصير ليمون، وهنشوحه كده، وهننزل عليه بطماطمايه كمان مبشوره ونركنه على جنب. بعد كده هناخد روس الجمبري مع عظم سمكيه ونعمل مرق بيها، وناخد المرق ده بنعمل الملوخيه عادي جدا زي ما بنعملها في البيت. اول ما بتغلي المرق بتاعه الجمبري بتاع المرقه بتاعه السمك يعني، بحط فيها فص توم مفروم وشويه كزبره ناشفه، وبنزل عليها بالملوخيه المخروطه. بعد ما بنزل عليها بالملوخيه المخروطه بقلب سريعا علشان خاطر تستوي وما تسقطش معايا. بعد كده بعمل لها الطشه بتاعتها اللي هي توم مع كزبره ناشفه في شويه زيت او زبده او سمنه، وطشها، وبعد كده بنزل لها بالجمبري في النهايه، ويبقى عندي احلى جمبري بالملوخيه. ان شاء الله نعمله لكم قريب يعني، ان شاء الله، لان جالنا اتصالات كتير قوي عليه. شايفين الخليط بقى عامل ازاي؟ هنجيب طبق ونجيب بوله اهو، الطبق اللي كان عندنا ده، وناخد الخليط كده بعد ما حطيناه في الكبه ونفضي الخليط ده. الخليط ده بيبقى عامل زي ما بنقول اهو، شايفين؟ عجينه من الجبن مع المستردة ومع الرز. جربوها هتعجبكم جدا. طبعا ممكن نعملها نحطها في البقسماط والدقيق والبيض واللبن، وبعد كده ناخدها لما نحتاج نحطها في الفريزر، وناخدها نحمرها زي ما بنحط الناجتس والحاجات اللي هي في الفريزر يعني اهو. بس احنا طبعا عشان بنشتغل على الهواء فهنشتغل بيها على طول دلوقتي. شايفين؟ طبعا انا بنزل كل الحاجات دي لان طبعا الحاجات دي كلها زي ما بنقول مكلفه طبعا بفلوس طبعا. ناخد كده بقى اول حاجه، هنا في عدد 2 بيضه اهم، وعليهم نص كوبايه لبن وشويه ملح وشويه فلفل اهو. شايفين؟ حطينا اللبن مع البيض والملح والفلفل اهو تحت يا سعد، اهو من فضلك، شويه ملح وشويه فلفل، شويه سعد فعلا. وبعد كده هنحط على الخليط ده البقدونس اهو، ونقلبه مع بعضه كله واهو كده. شايفين؟
شايفين الخليط لزج ازاي؟ العجينه لزجه. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب بوله فيها شويه ميه صغيرين وناخد كده كور اهي، شايفين الميه الصغيره ليه؟ علشان ما يلزقش في ايديا كده. ونحط في الدقيق ونعمل واحده ثانيه اهو، ونحط جنبها ونعمل ثالثه ونحط جنبها. يا مدام شاديه اهلا، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ان شاء الله يا رب تكون بخير دايما وبصحه، وسلم ايديك وعينيك. والله انا بخير طول ما انتوا بخير. والله حاجات جميله جميله، تسلم ايديك يا رب. أشكرك. انت حسن، مفيش احسن من كده يعني. ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. ممكن اسال على حاجه من فضلك؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. غريبة شويه بس ما اعرفش حضرتك تعرفها ولا لا. ان شاء الله يعني، حتى لو ما بنعرفش نسال يعني. لا طيب، هي التريسكا اللي بتتباع على البحر، دي طريقه عمايلها ايه؟ هي عجينه ميه ودقيق، بس مشكلتها ان هي بتتعمل في حاجه في مكنه معينه بس، مش اكتر يعني. فانا هشوف هسال لكم هي المكنه دي فين، وان شاء الله ربنا يسهل ونقدر نحصل عليها ونعملها حاضر من عينينا. الحشوه الداخليه بتاعتها بتبقى عباره عن مكسرات مع شويه من العسل الابيض او السيرب الثقيل، والحشوه الثانيه بتبقى لو بيحطوا الاثنين على بعض بتبقى بينهم ببعض عسل ابيض، عسل نحل يعني. لكن ان شاء الله نسال لكم عليها ونعملها لكم ان شاء الله. ان شاء الله بعد ما عملنا كده كور اهو، وطبعا احنا قلنا بنبل ايدينا بالميه علشان ما تلزقش معانا اهي، وناخد كده ايه بقى، ندحرجهم كده كلهم في الدقيق اهو اهو، ونعمل كده شايفين اصابع اهي. بعد كده نحط في البيض واللبن، شايفين بيض ولبن، موضوع سهل جدا اهو. انا بوريكم الحركات اللي هي بنعملها والتكنيك واحده واحده علشان خاطر تبقوا عايشين معانا الحاجه اللي احنا بنعملها. بعد ما احطهم كده هطلع، وبعدين نحط في البقسماط. بعد ما نحط في البقسماط هندخل الفريزر او نسيبها ترتاح شويه في الثلاجه، وبعد كده نحمر او نسيلها في الفريزر لما نحتاج نبقى نطلعها نسويها. وده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض، بعد ما نسويها تبقى شكلها ازاي. كل اللي هعمله دلوقتي ان احنا بعد ما بنحط الخليط بتاعنا ده هنحطه في البقسماط، ونكرر العمليه الثانيه برضو عشان ندي مجال كده نعمل كل الكميه، عشان اسامه طبعا بقالي كتير ما شفتوش، فلازم افطره الاول بالجبن وبعد كده بالهنايا. حاضر اهو. بعد كده زي ما قلنا اما نحطها في البقسماط، انا بس بوريكم كل المراحل. سعد تعالى كمل بقى، ولا خد عندك، وهناخد ده كده ايوه. بعد كده هنحطه في الطبق بتاعنا ونروح على الزيت نحمره مع بعض كده. ولكن مش هعمل اي حاجه خالص غير ان انا احمر الاصابع اللي انتم شايفينها دي في الزيت، يعني كل اللي انا هعمله هدخلها في الزيت. علشان كده هستاذنكم هاخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنوريكم بس اهو قدامكم اهو، هناخد كل ده نحطه في طبق وهنزله زيت سخن فقط، ولكن هنشوفه ان شاء الله مستوي وبالهنا والشفاء للي هياكل. بعد الفاصل هنشوف شكله. خليكم معانا دايما على تلفزيوننا تلفزيون الحياه عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد. بعد الفاصل هنعمل فراخ مع السلامي ومع الزعفران، خليكم معانا. قبل الفاصل عملنا مع بعض الكفته اللي بالرز والجبنه، طعمها ايه؟ عشان بس الاخوه اللي معانا هنا دقوها كلهم مبسوطين منها الحمد لله. ده شكلها النهائي، حتى فتحنا لكم قطعه من جواها تشوفوها بالهنا والشفا. طبعا الموضوع بسيط جدا، ما خدتش تحمير كتير. كل اللي عايزين نحمره الغلاف الخارجيه، لان الرز مستوي والجبنه مستويه، وكمان عندنا المستردة والبيضه بس يا دوب تشد معانا يبقى زي الفل. تعالوا بقى نشوف التاني.